مرحبا بكم في حصتكم أولادنا تحت جناحنا في عدد جديد. واش يسرى خارج الدراسة؟ كاين نشاطات شبه مدرسية، يعني سي دي زاكتيفيتي باراسكولار. عندما نتكلم عن الطفل نتكلم عن النشاط، نتكلم عن القدرة، نتكلم عن الحيوية. هناك نشاط يقوم به التلميذ داخل المدرسة بالضبط. ولكن هذا لا يكفي. بوق طرح لي بابا قال لي يا ودي إذا دخل في هذا سبور يزيد إلى سمح تحية لوالديه ماذا بيا والدي. حصتكم الأسبوعية ولدنا تحت جناحنا الموجهة لكم يا أولياء أجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو النشاطات شبه المدرسية les activités parascolaires. حبينا نتكلموا على هاد les activités هادو كيفاش يكونوا وشو الوقت نتاعهم اللي يكونوا، هل ترى يكونوا في المدرسة يكونوا خارج المدرسة؟ مع أخصائيين اليوم راح نتكلموا. هي فترة استرجاع لأنه يقرأ ومن بعد يحبس يلعب يعاود يولي يقرأ بطاقة جديدة وبنفس جديد وراح يكون متميز. وهذيك المكبوتات لأنه العديد من الأطفال عندهم مكبوتات، تقربوا من دور الثقافة كذلك دور الشباب وكذلك المراكز الثقافية والجمعيات. إذن يعطيكم الصحة، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من الأطفال ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. مغرورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.